السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم، عامل ايه؟ طبعا قبل بس ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على النبي، عشان ايه؟ انتوا تكسبوا حسنات وثواب واحنا نكسب برضك حسنات وثواب. صليت على النبي، يلا بينا بقى نخش على الفيديو ونشوف الفيديو بيتكلم عن ايه، ونوريكم كده بس ايه قبل ما نبدأ الفيديو نوريكم كام حاجة. ان شاء الله بإذن الله. بص اصلا انا لسه منضف عند الحمام امبارح، الباب مش عارف معلق ليه، الحمام اصلا بدأ يجيله اسهالات مش عارف ليه، الزغل ده بدأ يجيله يكش، يعني داخل على سالمونيلا، العشة بتاعتي أصلا بدأ يجيلها يجي فيها سالمونيلا. بصوا الزغل ده، أنتوا فاكرين أصلا لما نزل كان عامل إزاي؟ ده كان ممكن يموت، ده كان هيموت، يعني مش اللي هو ممكن يموت، ده كان ميت. وش بصوا دماغه، الحمد لله عالجناه، حاولنا نعالجه كده بحاجة في حاجة، بس الحمد لله عايش أهو. بس دماغه عينه عاملة كده ليه؟ يلا الحمد لله على كل حال. فالزغل ده دخل تقريبا على سالمونيلا بسبب ايه بقى؟ الباب هنا هنصلحه لسه معلق، بس بسبب ايه يا جدعان؟ بسبب ان هو بيقعد في الارضيه ما بيرضاش يقعد في الطاجن، والارضيه مليانه اسهالات، فبيلقط اكل من الارض زي كده مثلا دور السفر دي، وبيجي لما ياكلها يعني بيجيله بردك ايه شويه امراض وبتاع. يعني بصوا بردك ده عنده شويه اسهالات هنا، انا حاطط لهم ده كده اكله. بعد كده نروح نجيب ايه بقى؟ اخو جميل، فين اخوه؟ تعال، بس تقريبا اللون ده هيطلع فاتح ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين لون فاتح بقى، عايزين لون فاتح كده جميل كده. وريني يا ولا على العسليات، ايه العسل ده؟ بصوا الشكل جميل جدا. يلا تعالى بقى، عشان ايه انت عايز تاكل؟ خش يلا كل من ماما وبابا. يلا ماشي، وانتوا بردك ايه الحساب بتاعكم قرب يفك. دول طبعا قصة تعدين، بس ايه بنجربهم كده، بنجرب النتاية عشان ايه مش عارفين النتاية حلوة ولا لا. بصوا كده فاضية، ادي دي كده واحدة فاضية واحدة شغالة. بالليل بقى نبقى نكشف عليها كده في الكشاف، شوف الزغلول عمره قد ايه بالكشاف. ماشي، واحدة فاضية واحدة شغالة، دي النتاية طبعا عليها ايه، عليها سما وعديلة، عليها عديلة وسما وسما. يلا طيب نبص بقى على ايه، على بردك من تعبان تاني كده كده، احنا نازلين سوق السيدة عيشة، وهنعمل ايه؟ وهنجيب شوية علاجات. اللي عايز بردك ينزل سوق السيدة عيشة ويقابلني انا هبقى هناك. ده بردك بدأ يكش، بدأ ان هو يجيله سالمونيلا، عرض السالمونيلا ايه، فاحنا نروح نجيب لهم علاجات ونحاول نعالجهم بقى ان شاء الله، ونمشي معاهم خطوه بخطوه. في زبلايه بتبقى مظبوطه زي كده، وفي زبلايه بتبقى اسهال اخضر زي كده، فده كده يعني. بصوا اصلا فرد الحمام كده كده احنا ننزل نبيعهم، اصلا ما تبعوش الجمعه اللي فاتت ده عشان كان عند واحد صاحبي، فتقريبا لقط من عنده ورجع. قلت كده انا سوى الواد، يعني انا ازاي عملت كده اصلا؟ دخلت الحمام عندي على طول، هنا لا المكان مظبوط، هنا بردك الحمام مظبوط. الذكر ده عايزين نبيع نتايته، ناخد النتايه معانا السوق اللي جاي الجمعه اللي جايه، ولو لقينا نتايه نفس الشكل الجميل ده كده نجيب له. بس هو بس العيب في دماغه، العيب في دماغه يعني التقليب كان هيبقى جامد، بس دماغه بصوا دماغه هي اللي عامله القلق، يعني لو كانت دماغه مرسومه صح وفرد حمام يلا، ولو كان بس ايه الدنيا ماشيه تمام كان هيبقى ايه خلاص. ده بردك الزغلول بتاعهم فك، حسن فك الزغلول فك اهو، قومي فرج الناس على ايديك ما شاء الله. بس نوريكم بس على طول عشان ما يبردش. اللهم صل على النبي، حد كده بليه بس يعني الله اكبر بجد. الناس اللي عارفه الذكر، الذكر تبع مستوى جميل. الناس بردك اللي بتسألني عايز اعرف الدكر من نتاية، امسك الدكر ودخله العين هتلاقي الدكر قاعد بشخور. تقول لي ازاي؟ اقول لك انا ازاي اهو. تعالوا كده تمسك الدكر ده كده وتعمله كده في كده اهو، دخل ايه عمل ايه قاعد يشخور، هو ده الدكر. لو ما بيعملش كده يبقى مش دكر، بس في الكرة بتبقى خايفة وبتعمل كده. يلا بينا نخش على الفيديو على طول، بس قبل برضه نخش نوريكم من جاله سالمونيلا تاني. ده حبيبي ده خلاص بقى، حبيبي ده يا جدعان بقى بياكل لوحده الحمد لله بفضل الله،
يعني انا ما اكلتوش، هو بقى بياكل لوحده خلاص اهو. بس انا بس ايه يعني، ما بلاقوش، مش عارف يشرب بس ايه. يلا الحمد لله على كل حاجه. بس ده بقى ايه عنده مشكله، ده مناعته ضعيفه. بصوا الجناح يا ابني، بصوا الجناح كل ده ضعف، اللي هو بتاع الابيض ده كده ضعيف اصلا، هو فرد الحمام باين عليه ضعيف خاسس بتاع. رجله الحمد لله خفت، صباعه كان ملوح. بص اصلا فرد الحمام ضعيف، فرد الحمام ده ايه ضعيف، عايز مقويات فيتامينات بتاع. فانا ان شاء الله برضك نازلين سوق السيدة عائشة، نجيب له شوية علاجات، نجيب له علاج للسالمونيلا. اول حاجة هنجيب علاج سالمونيلا، تاني حاجة هنجيب حاجة مثلا الايه التسييفة، تالت حاجة هنجيب شريط برشام تتراسيت لدمعة العين، رابع حاجة هنجيب دواء للديدان، خامس حاجة للحشرات. يعني انت لو ناس بردك، انت لو ما لازما لما العلاج بتاعك يخلص لازم تهتم بالعلاجات بردك للحمام، عشان ايه تلاقي ان في انتاج. طبعا الفلاجيل بردك لازم يكون عندك 24 ساعة عشان هتحتاجه. الفلاجيل هتقول لي هتعمل بايه فلاجيل ده بتاع اطفال؟ اقول لك ايوه بتاع اطفال، بس ده مطهر معوي. يعني ايه مطهر معوي؟ يعني هيطهر معده فرد الحمام، يخلي معده فرد الحمام نضيفه. فانت برضك خليك برضك في شويه العلاجات والحاجات اللي زي دي، عشان ايه حمامك يبقى بصحه وسعاده. تعال برضك نبص على المغلول الجميل اللي هنا. الناس اللي بتقول لك الحمام الغزال ما ينفعش يقعد على عياله هيبقى وحش في التحضين، تمام انا معاك في دي، بس يعني انا ما عنديش تحضين، فخليت لهم العيالهم. ها لو اكبر مش هتكلم، الله اكبر. يعني عشان المره فاتت طلعناه فرد الحمام من مش عارف اتحسد ومات، اللي هو اخوه. يلا الحمد لله على كل حال، واحنا يعني ايه بنسيب كل حاجه لربنا كده وعادي يعني. يلا الحمد لله. الله الله الله، يلا بينا بس نخش على فوق على طول. يلا بينا يلا بينا حبايبي، دول حبايبي. الذكر اهو، نتاي دي عينيها عسل شويه، والذكر عيني ملحي ترب العين. يعني نتاي دي عليها حصويه، حص ان شاء الله باذن الله. انتوا لسه بتاكلوا عيالكم؟ انتوا زهقانين ناس بردك تحب تتفرج على الحمام. نتا دي بردك تقريبا عليها كده حصوية، او الدكر عايزة تحصي. تعالي تعالي، شكلي عليها حصوية فمش قادرة تيجي. ماشي، فالمهم بقى ايه، خلي بالك من الحمام، وبالذات في الصيف لازم تنضف المسقية على طول عشان المسقية تبقى ساقعة كده. وخليك في المسقية الفخار، عشان المسقية الفخار هتبقى ايه، تدي رطوبة جميلة اوي للحمام، ما هتبقى ساقعة في الفخار، ما هتبقى ساقعة. فخليك في المسقية الفخار، ولا تقول لي مج ولا تقول لي كوبايات. في ناس بتدي حمامها في كوبايات بلاستيك، وفي اللي بيحط بقى ايه مسلكات اللي هي اللي هي مش المسقية دي بتاعت العصافير دي ولا ايه. المهم خليك في المسائل بالفخار، بتخلي الميه رطبه وميه جميله وساقعه، وتخلي فرد الحمام ايه نشط معاك في الحر، عشان الحر وكده فاهم ممكن يجيله احتباس حراري ده بيجي للكلاب، ومثلا جميع الطيور بردك. فانت لازم تهتم بردك شويه بالحمام، وخلي بالك من حمامك، وان شاء الله الحمام هيهتم بيك بردك، وهيطلع لك زغاليل محترمه، وهتبيعها بسعر جميل، وبردك في نفس الوقت هتكسب من الحمام. لا مش هتكسب من الحمام، انت هتبيع زغاليل من هنا، هتروح تجيب كلفه من هنا. يلا يلا سلام.